بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم السيد أسامة قعفور ممثلا على المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون. بعد التحية والتقدير أتوجه في كلمة مقتضبة إلى أصحاب العقول النيرة شباب هذا الوطن وأقول لكم أنتم قوة الدفع الحقيقية لتحريك عجلة التغيير والتطور داخل مجتمعاتنا، وأنتم الجيل الذي يمتلك بين يديه أدوات المعرفة والتكنولوجيا، ودوركم اليوم لا يقتصر فقط على المجالات العلمية والتقنية بل يتجاوزها ليشمل كذلك المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية. مثل ما يعلم جميعنا فإن شريحة الشباب تعتبر أهم شريحة في المجتمع، ومشاركتكم اليوم في الحياة السياسية هي ضرورة ملحة، وهذا يعبر عن مدى اهتمامكم بقضاياكم وقضايا المجتمع وكذلك مدى حرصكم على مستقبل الأجيال القادمة. تتجلى أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية من خلال ثلاث أو أربع نقاط أذكرها تباعا. النقطة الأولى تجديد دماء الحياة السياسية، يساهم الشباب بأفكارهم الإبداعية وكذلك طاقتهم الحيوية في إدخال رؤى جديدة وأفكار ملهمة للقضايا الراهنة. ثانيا في بناء مجتمع ديمقراطي، يساهم الشباب في ترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية وكذلك في بناء مجتمع متساو للجميع. النقطة الثالثة في بناء مستقبل أفضل، من خلال المشاركة في عملية صنع القرار السياسي يؤثر الشباب على رسم صنع السياسة العامة التي تؤثر على حياتهم وحياة الأجيال القادمة. ويعتبر السيد عبد المجيد تبون أول من مهد للشباب للترشح في المناصب السياسية بعد إصدار قانون الانتخابات الذي مكن من تقديم وجوه جديدة أتت بأفكار جديدة، ونراها اليوم على مستوى المجالس المحلية البلدية والولائية وكذلك على مستوى المجلس الشعبي الوطني، وهذا أمر صحي للمؤسسة السياسية في الجزائر. وبالتالي اختيارنا للسيد عبد المجيد تبون لم يأتي من فراغ، إنما من واقع ملموس وكذلك من موجزات هي موجودة على أرض الواقع قد عرج عليها إخواني الذين مروا من على هذا المنبر، وسأمر على البعض منها. في الشق الاجتماعي، مواصلة بناء السكنات الاجتماعية، رفع منحة المعوزين وكذلك رفع منحة ذوي الاحتياجات الخاصة. نتكلم على تعزيز دور المرأة في المجتمع وترقيته، نتكلم على رقمنة جل القطاعات، نتكلم على العمل على تحقيق الاكتفاء أو العمل على تحقيق الأمن المائي من خلال إنشاء محطة تصفية مياه البحر على مستوى الشريط الساحلي، نتكلم على تحقيق اكتفاء ذاتي في مادة الإسمنت وبعد مواد البناء بل وتصديرها إلى الخارج وإدخال العملة الصعبة، نتكلم على تحقيق اكتفاء ذاتي في بعض المنتجات الزراعية والفلاحية من خلال دعم الزراعة الصحراوية وكذلك دعم الفلاحين، وموجزات أخرى ليس يعني المقام لذكرها وسأكتفي بهذا القدر، وسأركز على موجز مهم هو في تماس مباشر مع فئة الشباب وهو إنشاء المؤسسات الناشئة، وهي أحد مخرجات برنامج السيد عبد المجيد تبون ذو البعد التنموي الاقتصادي الذي يرتكز على رؤية اقتصادية واضحة المعالم. مثل ما يعلم جميعنا فإن مؤسسات ناشئة تلعب دور مهم في الاقتصاد الوطني، وهي تعتمد على الابتكار ولها إمكانية كبيرة للنمو بسرعة مما يجعلها تقدم حلول مبتكرة، وهذا ما سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني. فهي تحسن الإنتاجية، توفر مناصب العمل وكذلك تعزز من التنافسية. وجل الاقتصاديات الرائدة اليوم في العالم ترتكز أو يرتكز اقتصادها على المؤسسات الناشئة، ولهذا عول السيد عبد المجيد تبون كأحد مدخلات الاقتصاد الوطني على المؤسسات الناشئة من أجل بناء اقتصاد قوي. وأتبع هذا التوجه الاستراتيجي قرارات أخرى، نتكلم عن إنشاء الحاضنات وكذلك إنشاء مراكز لدعم المقاولة على مستوى الجامعة، وهذا بهدف ربط الجامعة بالمحيط الاقتصادي وكذلك من أجل تكوين الطلبة لتحويل مشاريع تخرجهم التي كانت حبيسة الأدراج إلى مشاريع مبتكرة وكذلك مشاريع مؤسسات ناشئة. وسنرى أثرها على الاقتصاد الوطني خلال بضع سنوات، لأننا نعلم أن دورة حياة مؤسسة لا تقل عن 5 سنوات، وهذا ما يوضح كذلك النهج الاقتصادي الصريح للسيد عبد المجيد تبون لبناء اقتصاد قوي. وأتبع عملية أخرى الخاصة بالتمويلية وهو بفصل شباب أو أصحاب مؤسسات ناشئة عن طرق التمويل التقليدي عن طريق البنوك التجارية بإنشاء بنك خاص للمؤسسات الناشئة لتسهيل العملية، وكذلك هذا ما يفسر الرقم الذي استشرف له السيد عبد المجيد تبون بل التزم به في برنامجه الاقتصادي الذي يتكلم عن الوصول الى 400 دولار كدخل وطني اجمالي في حدود 2029 او قبل انتهاء الفتره المقبله. وهذا يؤكد لان العارف يعني بابجديات الاقتصاد الكلي يعرف انه في علاقه طرديه ما بين الدخل الوطني الاجمالي وكذلك ما بين متوسط الدخل، وهذا ما سيعني يعود بالايجاب على حياه المواطن وسيحسن من جوده حياته. والان ادعوكم يعني مره اخرى لان تؤثروا بقوه في مجتمعاتكم وان تكونوا جزءا من الحل ولا تكونوا جزءا من المشكله، وان تصوتوا على مترشحنا السيد عبد المجيد تبون لاستكمال مسار الاصلاحات وكذلك من أجل بناء جزائر قوية.
فلا إرادة لشعب لا يعرف ماذا يريد. دعونا معا نحافظ على مكتسبات الجزائر الجديدة، ونتوجه مع بعض من أجل الجزائر المنتصرة على جميع الأصعدة وفي شتى المجالات، اقتصاديا، سياسيا، تنمويا، ثقافيا واجتماعيا. صوتوا بقوة يوم 7 سبتمبر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.